هذه قضية مهمة جدا تتعلق بالعلاقات الأخوية ما بين المملكة العربية السعودية والكويت، واللي تكلم واللي نقول عنهم واللي قال عنهم صاحب السمو في أكثر من مناسبة لما اجتمعنا معاه. الكويت هي العمق الاستراتيجي للسعودية، والسعودية هي العمق الاستراتيجي للكويت، ما حد يقدر يزايد على هذا الأمر. احنا اخوان واشقاء، لا يمكن نسمح لأي كان انه يدخل بين العلاقاتنا بيننا كدول خليجية في هذا الأمر، لكن بما لا يخل بحقوقنا على السيادة وعلى أموالنا وعلى حقولنا النفطية. هذا الأمر احنا شفناه، وانا قلتها من البداية، عندنا ثقة كبيرة باخواننا اعضاء اللجنة، ولا يقلون يعني ثقة عمن سبقوهم في باقي اللجان، جهد قاموا فيه اخوان كلنا نثق فيهم، اسماءهم زينة واسماءهم نظيفة، ومواقفهم الوطنية ومواقفهم الاصلاحية ما حد يقدر يتكلم فيها، حتى لو كان هناك اختلاف بيننا وبينهم على بعض المواقف، لكن تظل ايداهم نظيفة ومصلحتهم للوطن ومصلحتهم للمواطن، وحرصهم على البلد لا يقل عن حرصنا ولا حرص الاخرين على هذا الامر. لذلك نشكر اخواننا في اعضاء اللجنة ونقول ما قدمتوه اليوم هي وثيقة تاريخية للاجيال اللاحقة يعرفون. ورد على كل من يتكلم عن الكلام، ولازم نميز الامور، هل هو ترسيم حدود، هل هو تنازل، هل هو كله موجود اليوم. ورد الاخ الرئيس على كل التساؤلات الموجوده، نشكر الاخوان في 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 لجنه ترسيم الحدود، نشكر الاخوان في لجنه الخارجيه على هذا التقرير المتميز، والله يوفقكم ان شاء الله، وشكرا لك.